المشمومة برا صوروا برا هاوك المشموم هذاك المشموم معروفة به تونس. مدينة نابل مشهورة بالقوارص ومنها البرتقال، الليمون وإلى آخره. الجامع الكبير ما شاء الله عبد الله المرشد اليوم مالنا بو حمد يعطيك العافية على الإرشاد الجميل ما شاء الله عليك ثواني لا الفيلم يشتغل كيفك أنت ما شاء الله ما شاء الله 1900 مبني هذا جامع بورقيبة يعطيكم العافية متابعيني احنا في مدينة المنستير وهذا مسجد مسجد شنو مهديها؟ الزعيم بورقيبة الزعيم بورقيبة هاي شنو الكورنيش البحر هنا Thank you.
سي رمضان الشباب صفقنا عليه هكا رجع بيدو صحيح الشباب. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الله يخليك. كيفك عبد الهادي؟ والله الحمد لله بخير. انت عندك عسل؟ اي عندنا عسل. عسل عيط عسل تونس. عسل تونسي. من وين هذا يستخرج؟ الانواع تختلف من مكان لمكان. مثلا عندنا عسل السدر. عسل السدر هذا موجود في الساحل، معناتها النبته موجوده في الساحل اللي هي نبته المبك. وفما كيف كيف زاد عسل البرتقال اللي نجي نجيبوه من الوطن القبلي. عسل الخروب كيف كيف انت والمراه ينجم يفرق. هذا من وين قلت لي؟ هذا من الساحل. هذا الساحل. من الساحل معناتها هنا من المسيح. والبرتقال هذا البرتقال. عسل البرتقال نلقاوه في الوطن القبلي. ايوه ما شاء الله. كم السعر؟ الثمن كم؟ الثمن بالنسبه لل 500 جرام من عسل السدر 25 دينار. بالنسبه لعسل البرتقال وحتى عسل الخروب كيف كيف السعر هو 45 دينار للكيلوغرام. اما بحكم انه احنا اليوم في 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 معرض عروس البحر دونك معناتها عملنا تخفيض رديناها ب 40 دينار فقط. حلو جميل. ممكن نجرب؟ بالطبيعه تفضل. ممكن نجرب؟ وين تفضل. اي تفضل يا سيدي. بسم الله بها بادي تمجيد وتدوين مدون شعر إليها شادي ونسيم التكوين نوصف لوصف بسم الله بها بادي تمجيد وتدوين مدون شعر إليها شادي ونسيم التكوين تدلل سيدي داني للمستير الزريف نزل حبها خلي وعليها منحيل. انت سمعتوا عن عسل السمر عندنا ولا لا؟ عسل السمر الحقيقة ما سمعتش. ما نعرف عسل السدر اليمني ونعرف انه الجودة متاعه عالية جدا. علاش؟ خاطر معناتها النوع متاع العسل اللي يتحسن مع الطقس ومع نوعية الجبال زادة كيف اللي يرى فيها العسل لكل النباتات. عندنا جبل الجبال وقت الصيف العسل يكون قوي ما شاء الله. ممكن تأكل ملعقة واحدة شوي كبيرة درجة الحرارة تكون 10. هذا القفشة هذا بعد نص ساعة الدفيق ما شاء الله. ما شاء الله قوي جدا. سعرة عالي جدا بالطبع. سعرة تدري كم؟ 200 إلى 300 دولار. الله. واحد كيلو 200 إلى 300 دولار. ما شاء الله. يعطيكم العافية. الله يخليك. مرحبا بك بحضنا. الله يخليك. عايش. صحاب وش فيلك يا سيدي. شقق جميلة في الشاطئ المنستير الميناء الحر هذا القوارب السياحية الخاصة. جميل جميل جميل. صيادين هذين الصيادين. هذا المارينا في المونستير. اخوان سعر التعريفة للشوارع السريعة 2 دينارة. 2 دينار. دينارين. هذا جسر حلق الواد. حلق الواد. ايوه. هذا اللي يربط بين الرادس وحلق الواد عبر أيوة. البحر يعني. ايوه. جميل. شوف البحر.
اليوم بعد ال بعد الكشتة إلى سوسة جايين الحمامات التونسية ونشوف شو عندهم شو عندهم من حمام. تفضل. يعطيكم العافية متابعيني. طبعا جايين الحمامات التونسية الجميلة. حمام كامل تسعة شنو؟ تسعة دنانير. تسعة دنانير مع المساج. مع المساج كم؟ مع المساج 25 دينار. 25. يلا على بركة الله. شكرا متابعيني على الاشتراك وعلى الكومنتات الجميلة، ونطمح في المزيد من الاشتراكات إن شاء الله. وتحياتي لكم، ولا تنسونا في إرسال القناة لأهلكم وقرايبكم، وإن شاء الله تشوفون كل جديد في تونس الخضراء.